يقول: حدثت بعض الأفاضل وكان من الأغنياء، كان يحرص على صيام النافلة، فقلت له: إن حسن ما تفعل، لكن عليك نوعا من العبودية غير هذا، وهو الإنفاق. فهل ما قلت له صحيح؟ وهل من توجيه؟ نعم، ما قلت له صحيح، وذلك بأن وجوه الخير كثيرة، ليست مقصورة على صيام النافلة، بل وجوه الخير كثيرة، والصدقة فيها خير كثير لأن نفعها يتعدى، وأما الصيام فإن نفعه يكون قاصرا على الصائم فقط، فلذلك يكون أجر الصدقة على المحتاجين يكون أكثر وأرجح من صوم النافلة أو صلاة النافلة، والأعمال تتفاضل بحسب نفعها وبحسب آثارها. والله جل وعلا يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الصدقة على المحتاجين والمعوزين وتنفيس كرب المكروبين وإغاثة الملهوفين وقضاء الدين عن المعسرين أفضل من النوافل، من نوافل العبادات الأخرى الخاصة بصاحبها التي يختص أو يقتصر أجرها على صاحبها، يقتص نفعها نعم على صاحبها. نعم، أثابكم الله وأحسن إليكم.